شهلاء اليتيمة هو مسلسل ياباني أنتجته شركة نيبون إنيميشن، كان أول بث له في اليابان في 29 أكتوبر بين عامي 1977 و1978. القصة مقتبسة عن كاتب السيناريو شانيشي يوكيمورو، والمسلسل يستهدف الفتيات المراهقات ولقى استحسان في أوروبا ولا سيما إيطاليا تعرف باسم شارلوت. قصة المسلسل: ترعرعت شهلاء ذات العيون الزرقاء في كنف أبيها النبيل الفرنسي الذي يعيش فوق سهول كيبك في كندا. كانت شهلاء يتيمة الأم وكانت محاطة بحب والدها وحب الحيوانات الودودة، وذات يوم وصل طرد من أمها التي كان من المفترض أن تكون ميتة. بعد وفاة والدها أتت هذه الأم لتعيش معها، وفي نفس الوقت قابلت شهلاء فتى غريب. هذه كانت بداية لأحداث متلاحقة مليئة بأشجان تدك حياة شهلاء، ولكنها في النهاية تقف على أقدامها وتسترد ثقتها بنفسها وتلبس حلة التفاؤل ضاربة بالمصاعب عرض الحائط. استطاعت شهلاء استعادة الابتسامة التي كانت ستفتقدها للأبد. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.